هلو يا جريد 3، النهارده هنتعلم عن شود. مين هي شود وهنستخدمها في ايه وازاي نكتبها في السنتنس بتاعتنا وايه الفرق بينها وبين ايه معناها واستخدامها. طيب اول حاجه شود دي من عيله اسمها عيله الموديل فيربس او الافعال الناقصه، موديل فيربس. طيب يعني ايه موديل فيربس؟ موديل فيربس يعني ناقص فيرب، ناقص يعني ناقص تصريف. يعني يا مس اي فيرب في الدنيا بيكون ليه مصدر الانفينيتيف وبيكون ليه الباست او الشكل الثاني او السكند فورم وبيكون ليه البي بي اللي هو الثيرد فورم او الشكل الثالث، وده هناخده اكتر في البريزنت بيرفكت في يونت قدام شويه. طيب ما عدا الافعال الناقصه اللي هي اسمها موديل فيرب بيكون ليها شكلين بس، يعني شود ده الباست او الماضي من كلمه شال، شال شود، شال شود. طيب احنا بنستخدم شود في ايه؟ بنستخدم شود ك تعبير بمعنى يجب ان للنصيحه، يجب علينا للنصيحه. طب يا مس يجب ان للنصيحه او بننصحك، في قبل كده أخدنا have to بمعنى يجب أن برضو. إيه الفرق بين have to وإيه الفرق بين should؟ أنا دلوقتي لو قلت لك إن إحنا يجب علينا إن إحنا نروح المدرسة باليونيفورم، نستخدم have to ولا نستخدم should؟ لأ، هنستخدم have to. ليه؟ لأن طالما يجب علينا حاجة إلزامية وليها عقاب يبقى لازم نستخدم have to. طيب حاجة مش إلزامية وملهاش عقاب وعملتها براحتك ما عملتهاش براحتك يبقى نستخدم should. زي ايه؟ you should مثلا sleep early، تنام مبكرا. لو انت سهرت مثلا هيجي مثلا باباك ومامتك يطلعوك بره البيت، زي مثلا لو انت رحت المدرسه بلبس غير اليونيفورم اكيد المدرسه مش هترضى تدخلك. يبقى اي حاجه ليها عقاب ليها نتيجة تحصل ما ينفعش نستخدم should to. يعني ايه الكلام ده؟ يعني have to اللي هي بمعنى يجب ان، هي دي القوية، هي دي يجب ان. لما نقول يجب ان على حاجة بيكون ليها اوامر، لكن should يجب ان بس لمين؟ للنصيحة. يعني ايه نصيحة؟ يعني حاجة عملتها اوكي، ما عملتهاش انت حر، لكن have to لازم تعملها، لازم. لو ما عملتهاش بتاخد حاجة اسمها، يعني بيكون في نتيجة مش حلوة، في حاجة هتحصل مش حلوة. مثلا ان انت ما ينفعش تركن هنا، ما ينفعش ان انت يجب عليك ان انت تذاكر، عشان انت لو ما ذاكرتش هتسقط، فده النتيجة بتاعتك. لكن لما اديك نصيحة فبستخدم مين؟ بستخدم should. ده الفرق بين should وبين have to. طب يا مس شود بقى بنحطها فين في الجملة بتاعتنا، في السنتنس بتاعتنا؟ أول حاجة في السنتنس بتاعتنا بنحطها هي السبجكت، السبجكت بتاعنا. مين هم السبجكت بتاعنا؟ الـ I، الـ he، الـ she، الـ it، they، we، and you. وكلهم بياخدوا هنا الهيلبنج فيرب اللي هو الموديل فيرب بتاعنا. مين هو الموديل فيرب بتاعنا؟ should. يبقى should بنحطه نمبر 2 في الجمله، يبقى كلهم بياخدوا should، مفيش حد بياخد حاجه، يعني كلهم السبجكتس دول تيك should. طيب بعد should بنحط المين فيرب بتاعنا او الفيرب الاساسي بتاعنا، ولازم يا جريد 3 الفيرب بتاعنا الاساسي يكون في الانفينيتيف. يعني ايه infinitive؟ قلنا يعني الفيرب في المصدر، يعني no s، no ed بعد should، no ing، no s، no ed، no ing. وبكده يبقى احنا استخدمنا should بمعنى يجب ان. زي ايه مثلا؟ ان احنا يجب علينا ان احنا ننام مبكرا، يبقى نقول you should، انت يجب عليك you should sleep، you should sleep early. Grade 2, grade 3. You should ونحط sleep
early مبكرا. يبقى احنا عرفنا ان should معناها يجب ان، should لازم نستخدمها number two في السنتنس بتاعنا يعني after subject بعد السبجكت، وشود لازم يجي وراها الفيرب بتاعنا in infinitive، وشود بنستخدمها للنصيحة للadvice، نصيحة advice give advice ندي نصيحة. طب يا ميس دلوقتي لو أنا عايزة wait يا grade 3 محدش يسألني على حاجة wait لما أخلص شرح خالص هتفهم. لو أنا دلوقتي عايزة أستخدم not، عايزة أستخدم not يعني عايزة أقول لا ما ينفعش تعمل كده، لا يجب عليك إن أنت تعمل كده for advice للنصيحة، يبقى إحنا محتاجين نستخدم not. not زيها زي أي مرة بناخدها لازم تنط جنب helping verb. هنا بقى مين بيحل محل helping verb؟ المودل verb بتاعنا should. يبقى إحنا عشان نقول حاجة مفروض ما نعملهاش لا يجب عليك، فبنقول السبجكت بتاعنا الأول بعد كده plus should not اللي هي بنقول عليها shouldn't، shouldn't بعد كده الverb بتاعنا بيكون في الinfinitive، وبكده احنا استخدمنا النيجاتيف فورم بتاعها او النفي بتاعها. يعني مثلا انا المفروض اقول له ان انت او احنا ما ناكلش كوكيز كل يوم، يبقى you shouldn't، انت you shouldn't، you shouldn't eat cookies every day كل يوم. يبقى احنا هنا استخدمنا shouldn't in infinitive في الانفينيتيف بتاعنا، سوري في النيجاتيف بتاعنا او في النفي بتاعنا حطينا should جنبيها not وبعديها الفيرب بتاعنا الاساسي in infinitive في المصدر. يس يا ادم تيشا، هو ليه احنا كاتبين يو هنا بتاعت يو شود سليب ايرلي؟ ليه حطينا شود؟ المفروض نحط هاف تو. ايوه عشان شود هنا لو ما نمناش بدري العقاب هو مثلا اللي احنا هنتعب ونروح الهوسبيتال. ده عقاب داخلي يا ادم. في فرق بين العقاب داخلي وفي فرق بين العقاب خارجي. هل انت لو ما نمتش بدري حد هيعاقبك من بره؟ لا. لو انت رحت المدرسه بلبس خروج مين انت اللي هتعاقب نفسك ان انت ما تروحش المدرسه، ولا المدرسه نفسها مش هتدخلك؟ المدرسه نفسها مش هتدخلك. يبقى العقاب الخارجي اللي هو حاجه بتعملها ليها عقاب او ليها نتيجه لازم نستخدم هاف تو معاها، لكن هنا الشد حاجه انت براحتك عملتها انت اللي هتكسب وما عملتهاش انت اللي هتخسر. انت فهمت؟ فهمت. يلا يا اوسام اتفضل. اسر، هو في حاجة مشتبهة ما بين شود وما بين دو في الكويشن؟ بين شود وبين مين؟ دو. احنا لسه ما دخلناش على الكويشن دي اوسم، يعني كلوز يور مايك عشان دلوقتي نتعلم الكويشن مع بعض. طيب عشان اعمل بقى كويشن، عشان اعمل كويشن سؤال، اي كويشن في الانجليش بيتكون من حاجتين، لا اما اسال اللي انتوا غلطتوا فيه في التست بتاعكم النهارده، لا اما اسال بمعنى هل، لا اما اسال الكويشن بتاعنا بمعنى ادوات استفهام. طب يا ميس نفتكر تاني مع بعض انواع الكويشنز بتاعتنا. لو انا عايز اسال بهل يبقى انا لازم في الاجابه بتاعتي يكون فيها يس ونو. طالما هسال بهل يبقى الاجابه بتاعتي يكون فيها يس ونو. طب يا ميس عشان اعمل كويشن بهل وتكون الاجابه فيها يس ونو لازم ابدا بهيلبنج فيرب. طيب مين هنا هيلبنج فيرب او بيشتغل زي الهيلبنج فيرب؟ هي شود. يبقى هنبدا بمين عشان نعمل سؤال بهل يجب؟ شود، ال اللي هنا مش بتتنطق، شود اي عشان احنا بنسال عن احنا، هل يجب علينا احنا او عليا انا؟ شود اي سليب early؟ should I sleep early يعني هل يجب علي ان انا انام مبكرا؟ طالما لقينا should وده helping verb او model verb يبقى لازم نجاوب yes او no على طول واحنا مغمضين. يبقى yes you should لان الاي في السؤال ردت عليك قالت لك انت يجب عليك yes you should، او no you
shouldn't. هو بيسأل هو يجب عليا ان انا اعمل كده؟ انت يجب عليك او لا انت لا يجب عليك. يبقى ده النوع من الاول من الكويشن اللي هو question بمعنى هل. الكويشن بمعنى هل يجب، هل يجب عليا. طيب النوع الثاني او السكند تايب هو سؤال بكويشن وورد اللي هو W H question. يا جريد 3 كذا مرة قلت لكم لما تلاقوا في الإجابة A و B ولقيتوا في الإجابة ما فيش yes و no لازم ما تبدأ مستحيل تبدأوا بهل اللي هو helping verb. طالما ما فيش yes و no يبقى ما فيش هل، طالما ما فيش yes و no يبقى ما فيش هل. يبقى لازم نسأل بوات، نسأل بوير، نسأل بهاو، نسأل بنشوف احنا عايزين نسأل بإيه. يعني لو جالنا A بتقولي B وبي قال لك you should eat fruit and vegetables. Fruit and vegetables. هنا ما ينفعش ان انا اسأل سؤال بهل. امال اعمل ايه يا ميس؟ أسأل سؤال بأدوات استفهام. مين اللي بتسأل عن الفروت والفيجيتابولز عشان دول غير عاقل؟ يبقى نعمل سؤال بوات. طيب بعد أداة الاستفهام بنحط مين؟ بعد الكويشن وورد بنحط هيلبينج فيرب. الهيلبينج فيرب بتاعنا هنا مين؟ شود. يبقى وات شود، وات شود. طيب اليو أنا بسأل نفسي أنا يجب علي أكل إيه؟ يبقى وات شود آي، What should I eat? What should I eat? ماذا يجب أن أكل؟ What should I eat? ماذا يجب أن أكل؟ طيب يا مس، يعني كده اتعلمنا إزاي نعمل question بهل وإزاي نعمل question بأدوات استفهام، ودايماً should بتشتغل مع I أكتر. What should I? Should I? I should. You should، لأن دي حاجات اسمها نصيحة وبنسأل عن حاجات المفروض نعملها أو المفروض ما نعملهاش. طيب تعال شوف الريلايت هنا بيقول لك should I eat healthy food؟ عاوز نستخدم yes. سهلة جدا، يبقى نعمل مقص yes الـ I تتحول لـ you، يبقى yes you should. طيب it's good to eat candies every day. It's good to eat isn't good to، يعني shouldn't، مش صح ان انت تاكل candy every day. يبقى احنا نعمل ايه؟ نشطب بقى it isn't good to، لان هي بتساويها كلمة مين؟ shouldn't. طيب shouldn't ينفع نبدأ بيها في الاول؟ لا، لازم نجيب السبجكت بتاعنا you shouldn't eat candies every day. طيب no you shouldn't eat a lot of sweets. عاوز نبدأ بشد وكابتل، يعني عاوز يعمل سؤال بشد، عشان كده كتب ايه؟ should I، اليو تحولت لاي، should I eat a lot of sweets. طيب you need to eat fruit and vegetables. need to يعني تحتاج، يبقى هي should، يبقى you should eat fruit and vegetables. it's good for you too. كل دي هتتلغي عشان it's good for you اسمها should، بس لازم نبدأ بسبجكت، يبقى you should do sports. هو دي قاعدة should، سهلة جدا وبسيطة، وده اللي احنا المفروض نكون عرفناه. هي الباسج دي. close your mic. بيتكلم عن food packaging. طب ايه هي الفود باكجينج يا جريد 3؟ الفود باكجينج ده هو اللي بيكون الغلاف او العلبه اللي بتكون جواها الاكل اللي بنشتريه من السوبر ماركت. بيكون عباره عن الحاجات اللي موجوده جوه الاكل ده، بتكون على جنب كده في الباكجينج او في الشكل بتاع العلبه. المفروض ان هو بيعلمك انت لما تيجي تقرا الكلام ده بتفهم ايه. لما بنيجي نقرا الكلام ده يا جريد 3 بنفهم ان ده الحاجات او الفيتامينز او المعادن او كميه الطاقه اللي انت بتاخدها لما بتاكل الكميه دي من الاكل الموجود في العلبه دي. طيب تعال نشوف الكلام ده. We can
انا بس عايزاكم، هو خط خاصة من شوية بس حاولوا انتوا تشوفوا يعني، هو على قد ما اقدر. You can look at، you can look at food packaging. الباكجينج او العلبة اللي هي بتغلف الطعام ده. طب ليه لازم نبص عليها؟ To find out، نكتشف. To find out what is in our food، يعني ايه اللي موجود في الطعام بتاعنا. In our food، جوه الطعام بتاعنا. طيب ليه برضو؟ That help us، بيساعدنا. Decide ان احنا نقرر. If it healthy or unhealthy، هل الكلام ده healthy صحي ولا unhealthy غير صحي، وندور على حاجة جديدة. For example، على سبيل المثال مثلا، if we، لو انت قررت، if معنى اذا نحن decide، قررنا decide to make a difference. If we see that there is a lot of calories. Calories هي معناها السعرات الحرارية. Calories. And not a lot of vitamins. في كثير من السعرات الحرارية. Calories. والcalories هي grade 3. هي وحدة قياس الطاقة بتاعت الجسم. يعني إيه؟ يعني مثلا لما أنا أجي أقيس قلم أو أقيس بوك كتاب، بقول لك مثلا it's 1.3 سنتيمتر طول. سنتيمتر هي وحدة القياس بتاعت الطول. طيب لما اجي اقول لك مثلا ان انت لو اكلت الاكل ده هيديك طاقة بمقدار 300، طب 300 ايه او 300 ايه؟ 300 calories. يبقى الكالوريز دي هي كمية الطاقة، وهي وحدة القياس بتاعت الطاقة، بنعرف منها كمية الطاقة اللي داخلة جسمنا. زي ما السنتيمتر وحدة قياس الطول، الكالوريز هي وحدة قياس الطاقة بتاعت جسمنا. مثلا على سبيل المثال، انت لو مسكت الباكجينج العلبة دي ولقيت فيها ان الكالوريز السعرات الحرارية اكتر من الفيتامينز، كده ان انت المفروض تقرر ان انت تعمل different choice، اختيار تاني. ليه؟ ان الكلام ده unhealthy، غير صحي. unhealthy على طول، طالما الكالوريز الطاقه اللي هتاخدها وانت ما تعرفش الطاقه دي مليانه سكر قد ايه، فالكلام ده unhealthy. يبقى we can decide to make a different choice. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتكون مكتوبه على الباكجينج عشان نفهمها؟ اول حاجه serving. serving طيب معناها ايه serving؟ serving معناها how much you eat at one time، معناها المقدار اللي انت المفروض تاكله من العلبة دي. يعني مثلا جبت علبة كورن فليكس اللي هي سيرل وعاوز تاخد طبق، فالمفروض ان انت ما تكترش عن مثلا 200 جرامز، بس 200 جرام تاكلهم دلوقتي. فده اللي بيكون مكتوب serving size، يعني المقدار بتاع الاكل اللي المفروض تاكله في مرة واحدة. تمام، دي اول حاجة بتكون في الباكجينج. طيب ايه نمبر 2؟ calories اللي هي ايه calories؟ قلنا الكالوريز دي هي كمية الطاقة الموجودة في الطعام، كمية الطاقة اللي بتاخدها لما بتاكل الكمية اللي هي مكتوبة فوق في السيرفينج، في المقدار الموجود في السيرفينج. يعني السيرفينج هو بيحدد لك ان في 30 جرام او 30 جرامز اللي انت هتاكلهم من العلبة دي هيديك كالوريز كذا. ايه هي الكالوريز؟ The amount of energy in food، يعني كمية الطاقة الموجودة في الطعام. طب ايه كمان هنلاقيه في الفود باكجينج بتاعتنا؟ صوديوم. والصوديوم this is a mineral. mineral معناه ايه mineral؟ معناه معدن. we need enough of it، احنا محتاجين شويه منه. but we shouldn't have too much، لكن ما ينفعش shouldn't have، ما ينفعش نتناول منه too much، كثير. طيب the salt، الملح. we get in food، الملح اللي بناكله في الفود ده مليان صوديوم. طيب mixed with other things، مع اشياء اخرى، عشان كده مفروض ما ناكلش. we shouldn't eat food with too much salt، ما ينفعش ناكل كتير من الملح لان ده صوديوم، والصوديوم ده حاجه كويسه بس كتير منها وحش.
طيب لو لقينا كلمة enough معناها إيه enough؟ enough معناها the right amount، يعني المقدار الصحيح. مثلا إن يجي يقول لك enough كفاية، يعني كده خلاص enough، يعني كده وصلت للرقم، وصلت للمقدار الصحيح المفروض تاكله enough. طيب too much معناها إيه؟ too much معناها more than we need، أكثر من إحنا نحتاج. more than we need، أكثر من إحنا نحتاج. طيب يا مس، إيه كمان بنلاقيه في الفود باكجينج؟ بنلاقي كلمة percent. percent معناها إيه percent؟ معناها علامة في المية، اللي هي العلامة دي. دي بتدل على إيه؟ when we see something like 50%، لما بنلاقي علامة 50%. طيب معناها إيه الكلام ده؟ تعال أفهمها لكم كده في وايت بورد. بص، لو أنا مثلا المفروض إن أنا آكل في اليوم فيتامين سي 100%، إن أنا آكل في اليوم فيتامين سي 100%، أهو المفروض آكل كل الكمية دي من الفيتامين سي 100%. أنا جيت أكلت أو شربت درينك ميلك، شربت ميلك لبن، مكتوب على الباكجينج بتاع اللبن إن هو هيديني 50% of calcium. يعني كده أنا عملت إيه؟ كده أنا حصلت على 50% من المفروض أخده في الكالسيوم بتاع اليوم، بس المفروض أشرب تاني عشان أوصلهم لكام؟ ل 100، في أكل تاني بقى، في شرب تاني. المهم هو لما تلاقي الكلام ده تعرف إن هو بيدينا الكمية 50% أو 50% من الكمية بتاعتنا المفروض ناخدها من الكالسيوم في اليوم. إحنا طالما هناكل healthy food أو healthy diet لازم ناكل كمية معينة right amount من كل حاجة. فهو مثلا كاتب لك في الباكجينج ده 50%، يبقى إحنا كده أخدنا في جسمنا في الأكلة دي أو في الميل دي، الوجبة دي 50%، فاضل كام؟ فاضل 50% تاني ناكلهم في أكلة تاني. عشان خاطر نبقى فاهمين ايه اللي بنحطه في معدتنا، في الاستومك بتاعتنا. Continue. يبقى when we see something like 50%، لما نلاقي 50% دي، it means معناها that this food gives us 50% or half of نص the amount of that vitamin، من كمية الفيتامينز that our bodies need every day، من كمية الفيتامينز أو المينرال اللي الجسم بيحتاجها كل يوم، بيدينا 50% أو نص الكمية بتاعتنا كل يوم. ده هو الفود باكجينج. وأنا عايزة أشوفكم بقى لو حد عاوز حاجة، عارف عندكم أسئلة كتير، فهو open your mic لو حد عاوز أي question. teacher، هو لو انا اكلت كالسيوم كتير جدا، وشربت ووتر، وعملت واكلت وعملت كتير جدا، وعديت ال 100، فعادي؟ في فيتامينز يا ادم، يعني احنا بناخد منها الكميه المحدده بتاعت جسمنا بياخد منها الكميه المحدده، وبعد كده بيطلع الويست اللي هي الفضلات بتاعته. ان مثلا في الدبليو سي بنحط الويست بتاعنا في العرق، في السويت، او بيكون عن طريق ان احنا بنخزنه الوقت تاني، فمش هيبقى خطر. في حاجات بتبقى خطر، بس الحاجات الطبيعيه، الحاجات العاديه مش خطر. هي يوسف يس. طب زي الووتر كده؟ لا، الووتر طبعا. ايوه، فنشربها عادي كتير. يلا يا يوسف، حاجات محدده. لا مش، انا مش عايز حاجه، ما عملتش حاجه. طيب any questions again، any questions in grade 3 عن الجزء ده؟ no. any questions؟ طيب تعال نشوف no. من فوق كده بيقول لك ايه هنا. food packaging. الفود باكجينج هي ايه؟ الفود باكجينج هي ال wrapping or protecting food onto packets, tins or cans. هي حاجة بتغلف الطعام وبتحميه جوه packets أو جوه tins اللي هي العلب الحديد دي، أو cans اللي هي الكانزات. calories the amount
of energy and food, كمية الطاقة في الطعام, salt, the sodium mixed with other things that our bodies need, sodium ده أو salt ده ملح, sodium مختلط بحاجات تانية جسمنا بيحتاجه, bar, bar هي قطعة, a long narrow piece of solid kind of food, bar هي قطعة طويلة ضيقة عبارة عن نوع من أنواع الطعام, snack وجبة خفيفة, a small amount of food eaten between meals, small يعني وجبة خفيفة بتكون بين الوجبات, dried food, dried food الطعام المجفف, taking out the water from food ان احنا بنطلع المية من الطعام من الفاكهة, and keeping the nutrients وبنحافظ على المواد الغذائية زي مثلا العنب المجفف زي اللي هو الزبيب زي مثلا حاجات اللي بتكون dried مجففة. وهناخد بعد كده ازاي نحافظ على الطعام بتاعنا ان احنا بنعمله كذا طريقة ان احنا بنعمله حاجة اسمها storing الحفظ بتاعه natural, natural existing in all cues by natural natural حاجات طبيعية موجودة اصلا في الطبيعة brownie, brownie a small square of red chocolate cake ده شكل chocolate cake بتكون brownie هوريكم دلوقتي الحاجات دي percent, a rate ده بيكون نسبة number or amount in each hundred بيكون نسبة في المية هي دي اللي هي عبارة عن percent علامة في المية طيب هو هنا جايب لك في الستيب اهيد exercise جميل جدا جايب four kinds of sweets أربع أنواع من السويتس الحلوة جايب حاجة اسمها cake, cereal bar, chocolate brownie, and dried fruit bar وكاتب الباكجينج بتاعها كاتب الانرجي الفات الدهون الشجر السكر اللي فيها الصوت الملح اللي فيها هو بيسألك تعالى كنشوف يلا يا باسم question number one بيقول لك which snack أي وجبة خفيفة من دول has the most calories يكون فيها أكبر كمية كالوريز الكالوريز هي إيه؟ هيا باسم الكالوريز هي إيه؟ كمية طاقة يعني الانرجي الكالوريز هي الانرجي فين الانرجي موجودة في أكتر واحدة فيهم؟ 3 اللي هي تشوكليت براوني تشوكليت براوني هي أكتر واحدة فيهم في الكالوريز في كمية الطاقة طيب آدم Which snack has the most fat? Most fat. Artichoke. Which snack, السناك الموجود في دولة, has the most fat? Most fat. Most, يعني أكثر. مين اللي بيكون فيه فات أكثر؟ فات. إيه هو الفات؟ Gram. آدم هو اللي جاوب. Close your mic يا زياد. جرامز الايه الجرامز كلهم ده جرام دي جرام دي وحده القياس ايه بقى فيهم اكثر واحد فيهم فات دهون مش اخذنا فات دهون دي اه اي فين اللي فيهم موست فات موست فات شوكليت واو بالظبط كده يا زياد عشان مش عارفه ادم فرحان في ايه شوكليت براوني هي اللي فيها موست فات اكثر كميه فات دهون اهي 21 طيب يا يوسف which snack has the most sugar most sugar مين هو الشوجر يا يوسف السكر السكر مين فيهم عنده موست شوجر شوكليت براوني شوكليت براوني برضو طب يا اثر Which snack has the most salt? مين هو الصلت يا آثر؟ What? Which snack has the most salt? Chocolate brownie. Chocolate brownie كمان and cake. And cake. الاثنين فيهم 0.2 grams. الاثنين. طيب زياد. Do you think any of these snacks have too much sugar? Yes. يبقى منهم عنده too much sugar? Chocolate brownie. Yes. طالما في do يبقى لازم نجاوب بمين يا زياد؟ Yes.
Yes, I do. Chocolate brownie. Okay, Basim, do you think these snacks have too much fat and don't too much fat? Cake? Do you think? Cake? Basim, do you think these snacks have too much fat? تعتقد ان السناكس دي فيها فات كتير, في دهون كتير؟ Yes or no? Yes, I do. Okay, grade 3, رب يكون درس لذيذ وفهمتوا الليسون ده, فهمتوا شد وفهمتوا الباكجينج, ازاي نعرف read the packaging of food, التغليف او العلبة بتاعة الطعام. See you next time.